إبراهيم، شو عم بيقولوا الناس بخصوص قراراتنا؟ يعني شو اللي ناطرينه مني؟ مولاي السلطان كل رعيتك توثق بحكمتك، وهني عم يستنوا فتوحات جديدة. حركة السوق مليحة والتجار مبسوطين، بس ما عم يقدروا ينافسوا أسعار بضائع تجار البندقية. رح تزدهر تجارتهم إذا خفضتوا لهم الضرائب ورفعتوا ضرائب الأجانب. ورح يصير قريبا ما هيك بري باشا؟ مولاي، بلغت هذا الأمر لرسول البندقية شخصيا، وقريبا رح نسمع جوابهم. مولاي البشارة يا مولاي، وزيرك فرحات باشا قطع له راسه للخاين جنبردي الغزالي بالشام. قمعنا العصيان وفرضنا الأمن، حققنا النصر. جيشنا المصفر عم يستنى أوامركم لحتى يرجع. يا الله، يعين حاكم الأناضول إياس باشا واليا على الشام، هذا فرماني. فرحات يرجع لهون. استعدوا منيح، في عنا حملات جديدة، هدفنا التالي رح يكون رودوس. مول القوات البحرية من خزينة الدولة يا بيري باشا. أمرك مولاي. جلالة السلطان، تسمح لي إني أقول رأيي؟ خلينا ونحن عم نستعد لحملة رودوس نخطط لحملة المجر بنفس الوقت. نحن ما بنعرف ليوش شو ممكن يعمل، وبقترح كمان نستعمل نهر تونا لدعم الحملة البرية اللي ليش ممكن. أنت شفته لنهر تونا يا إبراهيم؟ كيف بدها تدخل سفننا لهنيك؟ فكرت بهالشي؟ صحى من أحلامك يا باشا. نحن فينا نصنع سفن صغيرة تقدر تمر من هنيك، يعني منعمل مثل ما عمل محمد الباشا. قلت لي سفن صغيرة؟ صغيرة ونعمة مثلك يا إبراهيم؟ ملك المجر بينفذ الأوامر وما بيعصى، ما في أي مشكلة. قوارب طويلة صغيرة وخفيفة بنفس الوقت. ديري باشا، خليهم يحاولوا يصنعوا هيك سفن. بالأول لازم تحلم يا أحمد باشا، وبعدين لازم تآمن بحلمك وتبلش تفكر شلون لازم تحققه. أنا عم بحلم مدافع تكون جديدة، قوية وكبيرة وخفيفة على الجنود، فاجئ فيها الأعداء. ورح خبر المسؤول عن صناعة السفن بأوامرك يا جلالة السلطان. وبدي عين قاسم باشا اللي بقصر مانيسا وزير بالمجلس يا بيري باشا، لأنه نحن هلأ بحاجة لعقله الكبير وخبرته الطويلة بالشغلات اللي عم نفكر فيها. سامحني يا جلالة السلطان إذا تسرعت وغلطت بكلامي. حاشاك أحمد باشا، مستحيل تغلط مع سلطانك، مستحيل. واحترم غيرك بيري باشا. طالع بسرعة أمر استدعاء قاسم باشا لهون حسب الأصول، وانت استمر بأحلامك يا إبراهيم. أصحك تتراجع.